عليكم احدث انفو. انا مريم حميش، مديرة رواق مريم حميش غالغي. مريم حميش غالغي فتحت الابواب ديالها في شهر حجوج يوم 11 من سنة 2022. هذا الرواق هو رواق كيدافع على الفن المعاصر، دونك سي ان غاليري دار كونتمبورين اي جو ديفون بارتيكولير لار انوفان سبيريتوال اكسبيريمونتال اي جو سوي ا لا ريشيرش دارتيست كي فون ان ترافاي اسي بروت دان لار. دونك كندافع على الفنانين اللي عندهم واحد العمل خاص اللي كيخرج من الاعماق واللي كيتوش ما سنسيبيليتي. الفنان المغربي والبلجيكي ديالنا القدير عرض في هذا المعرض لوحه اون اوفر ماجور كي ريبريزونت الالفابي العرب، دونك الحروف العربيه اترافير لو لانغاج des signes et ainsi qu'une rétrospective de son travail depuis l'année 2008 qui présente des œuvres qui mettent en lumière le langage des mains. عندي هنايا واحد معرض في هذا essentiellement هذا الطابلو اللي ورايا qui représente سميتو l'alphabet arabe en langage des signes. هادي سي لا دوزيام فيرسيون كنت درت وحده قبل منها بالفرنساويه كي تي اكسبوزي على فيلا دي زار. جي في عطيت واحد لا دوناسيون ديال هذيك هذيك لا بانتور ل ان انستيتو بسيكياتريك في تطوان. قالوا لي علاش الناس قالوا علاش ما درتيش بالعربيه. وهاد الخطره جيت جبتها معايا بالعربيه هي ورايا. و مريم هميش اسيستي بور 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 ليكسبوزي اي ودرنا اون انا بروفيتي بور فير اون اكسبوزيسيون سور لو لانغاج دي مان. لو لانغاج دي مان افيك افيك اون اكسبرسيون اي دوبوي on a trouvé donc le thème c'était le langage des mains mais qu'en dire حاجه اخرى كان ندير دوتر بانتور مي هاد المره درنا une exposition spécifique sur le langage des mains.